الإدارة المتكاملة للمحصول، بمعنى إن أنا لو عندي علم مزروع، أنا بتكلم عن مزروع أو لسه هزرع، بختار الصنف، بختار الشتلة المطعومة دي، الأرض اللي عندي دي حلمتها قبل ما أزرع، فيها نماتودة، فيها أعفان جذور، فيها ملوحة، فيها كذا، يبقى أجيب صنف يمشي مع الموضوع، تمام؟ يعني شتلات تتحمل الإصابة بأعفان الجذور أو بالزول أو الكلام ده. احنا عندنا اصناف زي الهارموني واللي هي بتاع النيماتود تتحمل الاصابه بالنيماتود زي الفريدم زي الكلام ده موجود في المنيا في بنسويه في 6 عندنا الحاجات دي كلها، لكن احنا نختار النهارده زي ما بيقول كل الناس بتعمل. وانا رحت الصوب هنا ولقيت فيه شتلات مطعومه تمام التمام، او اخترنا الشتله. طب عشان نزرع الشتله الارض احنا شفناها مصابه ولا لا؟ مصابه بايه؟ لو كان فيها متبقيات نيماتودة أعفان جذور زبور الكلام ده، يبقى لازم أول حاجة أطهر الشتلة وأحطها في مطهر فطري زيادة الأمان. طبعا أنا ما أعرفش الفطر الموجود في الأرض إيه، هل هو فوزاريا بريزكتونيا، هل هو بيسيام، هل هو فبعمل كوكتيل من 3 مجاميع، كل مجموعة بتصطدل ليها، مجموعة بتستهدف الفترات اللي بتحب المية، مجموعة بتستهدف الفترات الجافة، مجموعة للفترات النصف جافة، وبعملهم بحيث يكونوا متوازنين ويكون في جهازية في المبيد. يعني أنا إذا أخذت مثلا أوكسوكلور النحاس أو الكوسايت تمام، ده بيجيب الفترات الهربية اللي بتحب تسبح في المية. طب ما أحط معاه حاجة أقوى معاه نجيب الباقي زي التوبسن مثلا، يبقى هيجيب الفطريات اللي قريبه من الريزوكتينيا والكلام ده، احب معاه حاجه ثانيه يعني زي الكابتن سيرام او مثلا في تفاكس سيرام هيصطاد مجموعتين ثاني. في الفاكهه عندنا بنبدا من 3 جرام من كل مجموعه، يبقى 3 3 3 لكل ايه؟ لتر ميه. ان انا اجيب جردل واحط فيه 10 لتر او 9 لتر ميه وابتدي احط المعدل فيه مع وجود مادة نشرة، وانقع الحزمة بتاعة العقل دي فيه لمدة 5 دقايق، وبعدين اجيب شوال او حاجة مبللة بالمبيد نفسه في مكان ضل وانقل الحاجة دي لما تتشبع، وبعد كده اخدها ازرعها في البرنيكة او البوتس او الصينية بتاعته مقولة بيه، فضمنت حتى لو التربة فيها اصابة يبقى ايه زرع فيها الكلام. بعد كده خدت الشتلة، طب انا اوديها مكان جديد، المكان الجديد مجهز متسمد معمول، هزرع على مسافات ايه؟ يهمني المسافات، لان احنا رحنا مزارع كتير في النوبريه الناس زارعين الطريقه القديمه بتاع 3 سلوك وبين الصف والصف ضيق، فلما زاد النمو الخضري زادت معاه الاصابه بالبياض الزغبي. يبقى البياض الزغبي ده الناس في مصر كانت تقول بيتكلم 10% من المحصول خساره، لا حاليا بيوصل الخساره بتاعته اكتر من دقيقه، لانه بيوصل ل 80% لانه بيقضي على المجموع الخضري، بالتالي الترحات هتطلع غير ناضجه 100، مش هاخد ترحات السنه الجايه. يبقى لازم اخد بالي من بدايه الزراعه. هتزرع العنب ده بيمسح على مسافه كام؟ 2 في 3 ولا 2 ونص في 3 ولا 1 ونص في 3 حسب التربيه والنظام اللي انا عايزه. ودي مهمه اللي بيجيب المحصول بيجيب العنب بيقول زرعته من البدايه ايه؟ ما يجيبش صنف ويزرعه غلط او يعمل تربيه غلط. دي اول معلومه طب نخش بعد كده زرعنا. طلع المحصول. نعمل ايه في المحصول؟ يعني اخترنا الصنف، التربه، عملنا، زرعنا. احنا في البدايه زرعنا عنب، طب العنب بيحصل فيه ايه؟ ايه اللي بيقابله اول ما يطلع؟ الدكتور غبار اتكلم على الجذور والاعفان او الزبون او النيماتودة. لا احنا بنقول اول ما بيطلع بيعمل ايه؟ او الحاجات الاخطاء البسيطه، يعني واحد يروح جايب النقاط الخرطوم في جنب الشجر الشجيره بتاع العنب او الكرمه بتاع العنب، لا النقاط يبعد على الاقل من 15 ل 20 سم، اذا كان خرطومين يبقى خرطوم من هنا وخرطوم من هنا، بحيث ان يعمل دايره. يبقى هنا لان الميه الزياده بتجيب اعفان جذور والميه القليله بتجيب اعفان جذور. يعني واحد يقول له ده انا ما برويش وجاني احفاد جذور، لا، لان الجذور اللي هتكت تعرضه للفترات تشتغل عليها الفترات اللي ما بتحبش الرطوبه، وبالتالي يجي لها احفاد جذور. الاحفاد الجذور معلومه لاي واحد، بتيجي منين؟ من فوق لتحت، الشجره تجف من فوق لتحت، اما الزبون بيجي من تحت لفوق.
لان الزبون بيروح عامل قط في الحزمه الوعائيه بتموت النبات حتى لو في طرح. تمام؟ يبقى احنا لازم ناخد بالنا من العمليه دي برضه في الزراعه. طب جينا زرعنا، جينا طلع محصول، طب اعمل ايه؟ اطبق بقى العمليات البستانيه. كان بيتكلم على التسميد، احنا كنا اتعلمنا منه بنقسم مرحله النمو لثلاث مراحل، من بدايه النقطه الخضراء لغايه العقد او بدايه العقد او التزهير، وبعدين من بعد العقد لغايه الجمع، بعد الجمع، وبعدين ما بعد الجمع. في كل محاصيل الفاكهه جميع جمهوريه مصر العربيه 80% منهم ما بيحطوش تسميد ما بعد الجمع، لا في مانجا ولا في عنب ولا في اي حاجه، يقول لك خلاص بقى. تمام؟ لا ده مهم جدا، لان ده اللي هيربي الترحات او الافره اللي هتحمل الصمام. وبعدين عندنا العنب، لازم ناخد بالنا ان الترحة العنب ما كانش انا متاكد انه ناضج مش هينفع، لان الترحة العنب بيبقى المخزون العيون بتاعته قبليه بست شهور. انما انا ممكن اشيل الزهر بتاع المانجا وبعد 15 يوم يطلع غيره. فاهمني؟ فممكن في الموالح اشيل الزهر المستديمه، لو شلت الزهر يطلع بعديها، لكن العنب لو شلته انتهى كل سنة. العنب يعتبر المحصول الثاني بعد الموالح في مصر، ولكن هو المحصول الاول على مستوى العالم. طبعا احنا بننتج كميات ضخمه جدا، حوالي 1,650,000 طن. احنا عموما تصديرنا مع الدول العربيه ومع دول اوروبا في حدود 150,000-160,000 طن، وده رقم متواضع برضه. طبعا في اصناف جديده كتيره دخلت مصر، في عندنا الاصناف بتاعتنا الاولانيه موجوده، ولكن في اصناف كتيره دخلت مصر، منها الاصناف المبكره عشان التصدير، ومنها الاصناف المتاخره. ولكن في مشكله عندنا جامده جدا، ان ما عندناش صنف عنب ابيض متاخر. دي مشكلة. كل الأصناف العنب المتأخرة زي الروم الأحمر والروبي سيدلس والكريمسون كلها أصناف حمراء، لما بيكون الحرارة عالية في الصيف بتعمل هدم للأنسوسيانين الموجود في الثمار، فبيطلع الثمار لونها سيء. لو وجد عندنا صنف أبيض متأخر عديم البذور هيعمل ثورة في العنب في مصر. مش الشرط إن أنا عندي أرض أروح أزرع عنب، لأن العنب مكلف جدا دلوقتي. العنب تكلفة العنب بيوصل عشان شتلات مطعومة على أصول، بيوصل الفدان إن كان تكعيب أو جيبل اللي هي الطرق الجديدة في التدعيم، بيوصل الفدان في حدود 40,000-50,000 جنيه. طيب لو الملوحة بتزيد عن 1000 جزء في المليون توصل 1200 جزء، بينخفض المحصول 10%. لو وصلت الملوحة 1700 جزء في المليون بينخفض المحصول 25%. فلازم نراعي دي. الحاجة الثانية درجات الحرارة والرطوبة. درجات الحرارة أنسب درجات حرارة عندنا 25-30 لغاية 35. لما بتوصل الحرارة حوالي 44 بتتوقف عملية التمثيل الضوئي، ودي المشكلة اللي مقابلهم في توشكا، وعشان كده بيغطوا العنب هناك بالسيران الأبيض عشان يقلل من درجات الحرارة. علاوة على توقف عملية التمثيل الضوئي بيحصل مشاكل في الثمار وفي الأوراق. طيب بالنسبة للرطوبة، الرطوبة احنا عاوزين 60-70% رطوبة، لما بتقل بتوصل لغاية 15-20% رطوبة بيحصل مشكلة في التلقيح والإخصاب، لأن المياسم بتجف، فحبة اللقاح بتقع على المياسم فما تنبتش حبة اللقاح، ودي مشكلة كبيرة بتقابلنا في بعض مزارع. الحكومة جاهدة بتعمل، ومعالي الوزير والوزارة ورئيس مجلس الوزراء وكل الحكومة الحقيقة بتعمل على فتح افاق جديده واسواق جديده، وفعلا فتحوا اسواق في جنوب شرق اسيا والصين وكده، ودي لاول مره يحصل تصدير لدول جنوب شرق اسيا والصين، ودي نقله كبيره جدا. يعني العنب عندنا في مصر
في السنين اللي قبل كده ما كانش عندنا عنب في مصر، مع انه ذكر في العصور الفرعونيه كان على نقوش الجدران وعلى نقوش المعابد. واكتشفوا مقبره لعصير العنب في احدى المقابر، محصره لعصير عمل النبيذ. الا انه في العصور اللي بعد كده ما كانش في عندنا زراعه عنب. نقول ان احنا عندنا زراعه عنب، ما كانش عندنا زراعه عنب ليه؟ لان مصر تعرضت للاستعمار وعدم الاستقرار السياسي. بدا بعد كده وزاره الزراعه لما جت سنه 1910. 1910 ده يعتبر ما كانش فيه عنب الا صنف الفيومي، كانت المحافظه الوحيده اللي كانت بتزرع العنب الفيومي والصنف البلدي اللي كانوا عندنا. بعد كده في سنه 1930 بدا ينتشر العنب، بدات وزاره الزراعه تستورد اصناف جديده من اوروبا زي البلاد اللي بتزرع عنب، وبدات زي الفيومي زي الايطالي والتومسون سيدلس والرومي الاحمر واصناف كتير. بعد ثبات نجاحها والدراسة عليها وبدأت دراسات كتير تبدأ على التسميد والتأليم والكلام ده كله، بدأت الأصناف دي تنتشر عندنا. في مشاريع كتير بدأت تتعمل برضه تبع وزارة الزراعة زي مشروع مصر كاليفورنيا ومشروع القتوت. المشاريع دي كلها عملت نهضة كبيرة في دخول أصناف جديدة، خصوصا من عنب البناتي أو العنب المادي. مشاكل زراعة العنب إن العنب ده عايز شغل كتير جدا، لأنه نبات متسلق بيحب الضوء، وعنده مشكلة إن في بعض الأصناف لو ألمناها غلط ما بتحملش أي محصول. لازم إنك تألمها صح. ما عندناش العمالة اللي بتقدر تشتغل على الموضوع ده، فإحنا بنقوم بعمليات التدريب وورش العمل وندوات في الحقول وأيام الحقل كلها في وزارة الزراعة عندنا في القسم للنهوض بمحصول العنب. وفي تواصل بيننا وبين القطاع الخاص، من حيث إن إحنا بنعرف، لأن هو ده بيدخل الأصناف الجديدة الأيام دي، بنعرف الأصناف اللي هو يدخلها، بنبدأ نعمل عليها دراسات من حيث طرق التأليم، من حيث طرق التربية، من التدعيم، وبنبدأ ننشر ونقول المشاكل. وأي مشاكل بتحصل في القطاع الخاص بتبقى أكتر حاجة بالنسبة للأمراض اللي بتنتشر، اللي احنا دلوقتي بنعمل مكافحة متكاملة. والتصدير طبعا زي ما حضرتك عارف مش عايز أي متبقيات، سواء للتسميد، بنرجع تاني للتسميد العضوي. احنا دلوقتي اتجهنا لطرق حديثه من في طرق زراعه العنب، طريقه حفظ الاصول الوراثيه، استخدام تكنيك زراعه الانسجه سينثيتك سيد. بدانا ان احنا نحفظ الاجنه بتاعه العنب في كبسولات لمدد متوسطه او كبيره على درجات حراره معينه، وبنقدر ان احنا نزرعها طول السنه، سهله التداول، غير مكلفة بالمرة، بتحل مشاكل كتير من الزراعة اللي بتقابلنا في التربة. دلوقتي في شغل إن أنا عملته بتاعي على رسالة الماجستير عن تكنيك زراعة الأنسجة، إنتاج بذور صناعية من أصل معين في المعمل ده، بيدينا فرصة إن احنا نزرع طول السنة، بنحفظ الأصول بتاعتنا اللي هي فيها مشاكل. ففي حلول كتير عن طريق زراعة الأنسجة للمشاكل اللي بتقابلنا في الأرض. يعني أهم ما يميز ورشة العمل النهاردة إن احنا دايما بنركز على المحاصيل الاستراتيجية اللي هي بتعمل إنتاج كبير، وفي نفس الوقت عاملة يعني العنب بيعتبر واخد رقم 2 في التصدير. وبالإضافة إن المعهد الحمد لله عمل أصناف جديدة متميزة جدا جدا في العنب، ولابد ان بين الفتره والتانيه ان المعهد يعرض ابحاثه التطبيقيه المتميزه، يجيب المصدرين، يجيب القطاع الخاص، يجيب اساتذه الامراض، يجيب مع التكنولوجيا. احنا برضك مشاركين مع التكنولوجيا الاغذيه على اساس القيمه المضافه للعنب، وازاي ان ممكن يصنع منه المربات والزبيب. بالإضافة إن في برضك شركة قطاع خاص بتعرض أهم المشكلات عندها. النهاردة إحنا يهمنا الباحث، يهمنا المزارع، يهمنا أي حد مرتبط أو بيختص بمزارع العنب يكون موجود، بالتالي معهد البساتين يكون في
أرض الواقع مع المواطن مع المشكلات المهمة. إحنا لابد أن معهد البساتين يساهم في زيادة إنتاج الدخل القومي للدولة، يساهم في حل المشكلات المختلفة، يسمع المشكلات الموجودة عند المزارعين، وبالتالي ما نكونش بعيد عن أرض الواقع، لأننا منوطين ببحوث نبحث مشكلات المزارعين والمشكلات المختلفة البعزين. لابد أن عملية التجويد في عملية التصدير، وإزاي ان احنا نعلم المزارع ان يكون المزارع الصغير يبقى مستثمر ومصدر، وازاي يدخل على ارض التصدير، دي مهمه جدا، وخاصه ان في حصل طفره في التصدير من ساعه ما استاذنا الدكتور سميع مصطفى هو من معهد البساتين مسك رئيس اتحاد المصدرين، في طفره حصلت في الصادرات. العنب كأي محصول زراعي تصديري بيبقى فيه مشاكل، ان هو الأسواق الخارجية بتاعتنا مش كتيرة قوي، يعني احنا بننتج من العنب مثلا حوالي 1,000,000 وشوية طن، بنصدر منهم حوالي 110,000-120,000 طن، فدي كمية قليلة جدا. تمام، الكمية القليلة دي بتأثر على السوق المحلي، لان هي بتقلل سعر العنب في السوق المحلي، فبالتالي المزارعين ممكن يجيب تكاليفه او يخسر شوية، أو المكسب بتاعه ما يكونش عالي جدا. تمام، الورش والمؤتمرات بتمثل لنا طبعا هدف تعليمي كبير، وطبعا بيحاضر فيها أساتذة كبار وناس متخصصة، فبالتالي بتدينا يعني خبرات فوق خبرات اللي عندنا، وبتبقى حاجة كويسة جدا برضو، منطقة للتعارف مع غالبية أبناء المجال. يعني هي الحكومة شوية يعني رفع أداء شوية من الموضوع، لكن أنا نفسي طبعا أنها تتدخل بفتح أسواق جديدة. عندنا دول شرق اسيا بتطلب، خصوصا الصين مثلا، يعني لو انت متخيل دوله زي الصين ممكن تاخد كميه كبيره جدا من العنب عندنا، لكن احنا ما عندناش لينك معاها كبير، يعني بنصدر لها كميات اقل من المتوقع. كل المستهدف بتاعنا بيكون اوروبا وروسيا، ودولت بينافسنا، يعني خصوصا اوروبا بينافسنا فيهم دولتين زي شيلي وزي جنوب افريقيا، وده بيسبب لنا برضو ايه، يعني ممكن هو عنبهم اقل جوده من مصر، يعني مصر بتصدر جودة عالية جدا، لكن العنب الأقل جودة ده بيأثر على السعر حتى في العنب اللي هو أكثر جودة. فأنا نفسي إن احنا نفتح أسواق خارجية بره كتير. الأصناف المشهورة في مصر عنب الفليم، ده أحمر مبكر، فيه اللي قبل منه عنب أبيض مبكر اسمه إيرلي سويت وبرايم، دولت مبكرين جدا، أول عنب بيطلع في مصر. بعد كده بيجي الفليم والسوبيريور، بعد كده في أصناف متوسطة النضج زي البناتي أو التومسون والأوتام رويل والكينج روبي والريد جلوب، وفي صنف متأخر خالص هو صنف الكريمسون، وده من أصناف اللي متأخرة جدا، وده من أصناف الكويسة جدا، وأسعاره بتبقى كويسة في السوق المحلي. والله أنا كراجل شغال في العنب نفسي أشوف المنتج ده من ضمن المنتجات، هو أعتبر تاني محصول بيجيب عملة صعبة لمصر، أو في نفسي ان انا اشوفه بيتصدر لجميع دول العالم، خصوصا ان احنا عندنا الامكانيه لكده، عندنا امكانيه ان احنا نطلع عنب ذو جوده عاليه جدا 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 اكتر من اي دوله تانية. فانا نفسي ان انا بدل ما اصدر 10% من انتاجي، لا اصدر 20 و30 و40 و50% من انتاجي. مصر كانت في يوم من الأيام مزرعة الإمبراطورية الرومانية في العنب في منطقة مريوط، هذا يعني أن مصر جوها ملائم جدا للعنب، ومش أي عنب، العنب العالي الجودة. فالنهاردة في هذه الندوة بيتلاقى البحاث من كل مصر من تخصصات مختلفة للوصول إلى أفضل التقنيات أو أفضل المقترحات للمزارع لاستمرار ريادة مصر في إنتاج وتصدير محصول العنب. شوف حضرتك، موضوع التصدير ليس زراعة فقط، يعني موضوع وليس بحث علمي فقط، التصدير فيه لوجستيات علشان، وفي انه يجب انه المستشارين التجاريين والزراعيين في العالم كله
ينشروا ان مصر فيها عنب كويس، فيها عنب مطابق للمواصفات، فيها عنب ما فيهوش متبقيات. كده الدنيا تبتدي ترجع بالتدريج. فهي العمليه مش زراعه بس. حاجه تانية ان بيخرج من ندوه زي دي هي فرصه انك انت تنتج العنب بالمواصفه اللي هي تصلح للتصدير ومقبوله في الخارج. فاحنا بنرجو للجميع التوفيق. في الحقيقه ان نقدر نبص لها من اكتر من زاويه. يمكن الزاويه الاولانيه هو اختيار الاصناف المناسبه للتصدير. الحاجه الثانيه اختيار الاسواق البديله والجيده. يعني احنا معظم ال 10% اللي بيطلعوا تصدير بيطلعوا تصدير لدول اوروبا، لكن حاليا بدا يبقى في توسع في جنوب شرق اسيا، في روسيا، في افريقيا الوسطى، في جنوب افريقيا. فعندنا اكتر من اتجاه حاليا جديد للتوسع، وبالتالي نقدر نزود حجم التصدير بدل ما يبقى 10% يبقى اكتر شويه مع اختيار الصنف المناسب. خاصة وان احنا الحمد لله في مصر الظروف الجوية ممتازة بالنسبة لإنتاج العنب، البيئة هائلة بالنسبة لإنتاج العنب، تربة عندنا أكثر من رائعة، يمكن عندنا بعض الأماكن فيها أملاح، لكن قدرنا برضك نتغلب على بعض المشاكل دي. احنا بنعتبر العنب المصري بتاعنا من الاصناف الممتازه المتميزه تصديريا ولها سمعه عالميه كبيره جدا. دلوقتي طبعا معهد بحوث البساتين، مركز البحوث الزراعيه، له الباع الطويل في انتاج الشتلات والاصناف المختلفه ذات الجوده العاليه وذات القيمه التصديريه. من خلال هذه الورشه بيتم نشر او بث بعض المعلومات الجديده والمتطوره في هذا الاتجاه، وانا بعتبر دي يعني شيء ممتاز جدا واحنا بنتناولوه سواء في المحاصيل البستانيه او المحاصيل الحقليه. في دلوقتي مطبق المبيدات اللي هم من خلال المنسقين من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بدأنا ندرب دلوقتي حوالي أزيد من 7000 مطبق مبيدات. دولت دورهم الأساسي طبعا هيبقى على المحاصيل البستانية وعلى المحاصيل الحقلية. الهدف الأساسي منها اللي هو تقنين استخدام المبيدات واستخدام المبيد الآمن والمعاد المناسب للرش لتفادي اللي هي مرحلة ما قبل القطف، بحيث يكون الناتج آمن بالنسبة للغذاء سواء كان المستهلك المصري أو المستهلك اللي احنا بنصدر له إن شاء الله. وإحنا في هذا اليوم بنتمنى لهم ورشة عمل فعالة، وإحنا كالمعتاد في هذا الصرح الكبير اللي هو معهد البساتين بنستمد منهم كل المعلومات، ونتمنى لهم إن شاء الله يوم سعيد ومثمر بإذن الله. الحقيقه ان دي سلسله من ورش العمل المستمره اللي هي الخاصه بالمحاصيل الرئيسيه التصديريه في المقام الاول، واللي هي طبعا بتعتبر هامه جدا بالنسبه لمصر كمصدر للدخل الاجنبي ومن العملات الاجنبيه. العنب بيجي تقريبا ثالث محصول من محاصيل التصديريه بالنسبه لمصر بعد الموالح والبطاطس، فطبعا هو بيحقق مركز عالي جدا وصادرات بشكل كبير. مصر متميزة ولها سوق كبير خاصة في الدول الاتحاد الأوروبي، لأن احنا بنخش في نافذة في توقيت معين ما بيبقاش فيها موجود المحصول للعنب في الأسواق الأوروبية، وبالتالي بيبقى ما لناش منافسة فيه. كانت المنافسة بتاعتنا الأول من خلال دول أمريكا الجنوبية، ولكن الحمد لله حاليا دلوقتي قدرنا أننا نكتسح السوق ونقدر السوق بقى فضي علينا. الورشة النهاردة بتهتم بعدة اتجاهات، يمكن الاتجاه الأهم فيها اللي كلنا لامسينه التغيرات المناخية اللي موجودة، فهنشوف النهاردة هيكون تأثيرها إيه على العنب وإزاي إن المزارعين يقدروا يتلافوا الأثر السلبي لهذه التغيرات المناخية ويستفيدوا منها بشكل إيجابي.
أعزائي المشاهدين، كاميرا مصر الزراعية تابعت معكم من داخل معهد بحوث البساتين ورشة العمل الخاصة بالأفاق المستقبلية لإنتاج وتصدير محصول العنب. بشكركم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى، وهذه تحياتي محمد خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.